قامت مخابراتنا الباسلة بعملية استخباراتية نوعية عالمية ومحلية إقليمية وكونية، أطلق عليها عملية مقلوبة الأسد. وعلمت مصادرنا الخاصة من مصدر مسؤول رفيع أن عملية مقلوبة الأسد تتكون من 10 عملية فرعية حدثت كلها في نفس التوقيت وفي مناطق مختلفة من أنحاء المعمورة. فأولا، هاجمت قوات الكوماندوس السورية الخاصة معسكرا لحلف الناتو المعد خصيصا لتدريب العصابات الإرهابية المسلحة، وتمكنت في غضون ساعتين من القضاء تماما على المعسكر بكل من فيه. ثم تلفن الرئيس الأسد لنظيره أردوغان قائلا له: صحة وهنا على مقلوبة الأسد، تعيش وتأكل غيره. وفي نفس التوقيت اختيل 3 ضباط إسرائيليين في منازلهم. وفي نفس التوقيت ضرب صاروخ مجهول طائرة توني بلير في ذيلها الأيسر. وفي نفس التوقيت دمر المبنى الخاص بحماية كبار الشخصيات الفرنسية. واحتفالا بنجاح هذه العملية الساحقة، حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دمشق شخصيا لتهنئة السيد الرئيس. وحلف الرئيس الأسد على نظيره بوتين بأن لا يعود إلى موسكو قبل تذوق المقلوبة السورية الحقيقية من تحت إيدين السيدة الأولى أسماء الأسد. شكرا مازن. أعزائي مستمعين سوريالي، ما سبق كان ملخص مختصر جدا 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 عن تفاصيل عملية مقلوبة الأسد الشهيرة اللي انتشرت بشهر 10 من سنة 2011. بالحقيقة النص نفيس جدا وحرام يطير منه أي كلمة، بس ما فينا نبسه كله اليوم، منخاف على مازن ومنخاف عليكن ومنخاف على الراديو. هلأ شو بدكم بهالحكي؟ اليوم بدنا نعمل مقلوبة. مساء الخير. الحلوة دي قامت تعجن في البدرية، وديك بيدن مقلوبة الفجرية. يلا بينا على باب الله يا صانع عيني. أم حول الأشعيرة؟ لك شبك شبك، بصلتك محروقة بتخطف الكباية من راس المعون. سمعنا. تقول طنجرة ولقيت غطاها؟ رح يحط خبزاته على جبناتها ويعيشوا سوا على الحلوة والمرة. يعني رح ناكل ملبس؟ رح تاكلي قتلها؟ لهلأ ما بتعرفي البقدونس من الكزبرة؟ أكلنا هوا. على فكرة هاي مو بساطة، كيلو الجبنة ب250. ايه أهلين. هذا مو راديو، هذا صحن فتوش. غيرنا روض قصير لا يتحكم بالمصير، نحنا من نسيم منطير ومنرتد على التدمير. بس تتشرق في سؤال عن تدهور الأحوال، بيسكتوا بشعارات عن كل المؤامرات، خوانوا كل قطيع كل ما طلبت بتغيير الوطن. يأسوك حتى تبيع حريتك لما يضيع الوطن. قالوا لك حاجة تبشر طارق اسمي شوي. ليش لوقت طويل عشنا بثقافة منمشي الحيط الحيط ويا ربي سترة، والإيد اللي ما بتقدر عليها بوسها ودعي عليها بالكسر. وما تحكي يا لسان، الحيطان إلها أدان. وكتير كتار الأمثال اللي من هذا النوع اللي تربينا وعشنا وكبرنا عليها، واللي كنا نسمع تبريرات وأسباب عن هي الطريقة ونجاعتها ليكمل الواحد حياته بدون ما يعيشها عن جد. وإجا آدار 2011 وفات الشعب السوري بالحيط. شو بدنا نعمل؟ من جهة
هذا ما وجدنا عليه آباءنا، وهذا النظام ما له والي. وصحيح ما حدا بيحكي، بس كلنا منعرف شو البلاوي اللي ممكن تطلع وطلعت معه. ومن جهة تانية إنه إيه، لا بقى، هي مو عيشة، وحرية حرية، وهذا اللي كان. وانقلبت مفاهيمنا ورؤيتنا للحياة فوقاني تحتاني، ومن 100 كلمة جبان ولا قولت الله يرحمه صارت موت عزيز ولا تعيش ذليل. ومين ما تجوز أمي بقله عمي صارت نحنا شكلين ما منحكي، واللي نفخ الروح بياخدها. وطلع أحلى ما فينا رغم كل العنف والقمع والاعتقالات والشهداء والنزوح، كانت المظاهرات والحراك المدني والشعبي من أحلى ما يكون. وبدت الناس تاخد وتعطي مع بعضها، وبدأ يصير في مجموعات عمل ومبادرات وجمعيات. هيكها من زمان، ويا محلى الثورة ويا محلاها الحرية. وكل مين عاش هالفترة عن حقه حقيق بيحنلها وبيغص كل ما بيحكي عنها عقد ما كانت حلوة. بس شكلنا ما سمينا على حالنا، مع ازدياد العنف والقمع، وبدل ما نتوحد أكتر تفرقنا أكتر. وهون بدت المصيبة، بدل ما المجموعتين يصيروا وحدة صاروا هالمجموعتين يفقسوا لستة سبعة. وبعد ما كانت الناس عم تحكي مع بعضها وتتناقش صارت عم تحكي على بعضها وتتقاتل. والهدف وين الهدف؟ ضاع الهدف عند كتيرين، ورجعت المفاهيم القديمة على السطح، وصار لازمنا مقلوبة جديدة. بس مو مثل مقلوبة الأسد اللي قرالنا مازن منها بأول الحلقة. صار بدنا مقلوبة سورية عن حق وحقيق، مثل اللي عملناها بال2011 بس بعيارات ضابطة، لأنها عم تكلفنا وتكلف هالبلد كتير. فاصل صغير وراجعين نعمل المقلوبة السوريالية، أكلتنا لليوم. مقادير المقلوبة السوريالية: كاستين رز قصير، نص كيلو لحمة شقف أو ناعمة، نص كيلو باذنجان صغير أو وسط، زيت قلي، ملح وفلفل، هيل وقرفة وقرنفل وورق غار، سمنة أو زيت، ولوز وصنوبر. سوريالي سوريالي. أول خطوة رح نقلي اللحمة بشوية سمنة أو زيت. فيكن تحطوا رشة ملح وبهار للحمة وانتوا عم تقلوها، أو فيكن تضيفوهن وقت رح نسلقها. وهي هي الخطوة الثانية، بس تتقلى اللحمة رح نحط فوقها مي وعود قرفة وحبتين هيل وكبش قرنفل وورقتين غار ونسلقها. وطبعا لما بتبدأ تغلي وتطلع على وشها الزفرة قشوها أول بأول لحتى تروح كل الزنخة. أما إذا اخترتوا تعملوها بلحمة مفرومة فما في داعي تنسلق. هيك منكون جهزنا اللحمة. وهلأ رح نبدأ بالباذنجان. بعد ما نغسل الباذنجان إذا حسيتوا قشرته طرية تركوها، وإذا كانت ناشفة أو بديانة تدبل فقشروا الباذنجان. قطعوه لشرايح سماكتها حوالي 1 سنتيمتر، وإذا كانوا الباذنجانات صغار ممكن تقسموهن بالطول نصين. حموا زيت القلي بالمقلاية وقلوا الباذنجان. ديروا بالكن لأنه الباذنجان بياخد وقت وبعدين فجأة بيحترق وبيسود. بعد ما قلينا الباذنجان ومنعنا أفراد العائلة من أكلهم مع رشة ملح وقطعة جبنة رح نسلقهم. إذا كنتوا سالقين لحمة فممكن تاخدوا من ميتها لسلق الباذنجان. الباذنجان ما بده أكتر من 10 دقايق على النار، ولبين ما يصير
اغسلوا الرز لحتى تبدأ ميته تصفى ونقعوا بهالعشر دقايق بالمي. أنا عن حالي بفضل أعمل المقلوبة برز طويل، مو لشي بس لأنه الرز الطويل ما بينخبس، بينما القصير بده معلمية وعيارات وحرارة وكتير شغلته لتي. بس اليوم الحقيقة بفتوش رح نعملها بالرز القصير. رح نحط شوية زيت بالطنجرة، بعدين رح نصف طبقة باذنجان، وبعدين رح نعمل طبقة رز، وبعدها طبقة باذنجان وطبقة رز، هيك لحتى تخلص مقاديرنا. ممكن طبعا تحطوا شوية من اللحمة معهم، بس مو أكتر من التلت. بس تخلصوا تطبيقها رح نحط لها من مية سلق الباذنجان، وممكن تحطوا من مية سلق اللحمة كمان. وفي هون ناس بتحب تحط معلقة دبس بندورة، ما بتظهر طعمته كتير لدبس البندورة، بس بيعطي لون حلو للرز. عموماً كاسة الرز بتاخد كاسة ونص مي، بس لازم تقروا شو مكتوب على كيس الرز وتعرفوا عياراته، لأنه بتختلف من نوع لنوع. فإذا انخبص الرز وطلعت الأكلة صبة وحدة، أو إذا ما استوى واحتاج مي، مو تقولوا ما يا قالت وجماعة سوريالي ما بيعرفوا يطبخوا، نحنا ما دخلنا. أيوة سوريالي سوريالي. ومثل كأنه عم تعملوا الرز العادي، حطوا الرز على النار وبس لتنشف المي، وتبدوا تشوفوا فقاعات المي على وش الرز، خففوا النار تحته واتركوه ل 15 دقيقة تقريبا ليتهدى، وآخر شيء اطفوا النار واتركوه لحتى يستوي بحرارته والبخار. هلأ بقى رح نحط صحن كبير على تم الطنجرة، وطبعا لازم يكون قطره أكبر من قطر الطنجرة، وهي لهوب رح نقلب الطنجرة. غالبا رح تحتاجوا تهزوا الطنجرة شوي بس على مهلكن لحتى ما تفرط، وشوي شوي قيموا الطنجرة وجللوا الرز والباذنجان باللحم البقيانة، وآخر شي قلوا شوية لوز وصنوبر إذا في، أو تخيلوا أنكن عم بتقلوا لوز وصنوبر وحطوهن على الوش، وصحتين ألف هنا. بتنعمل المقلوبة بفلسطين والأردن وحتى بالعراق، لكنها غالباً بتنعمل بالباذنجان والزهرة سوا، وممكن ينضاف لإلها بندورة وجزر وبطاطا كمان. على موقع ويكيبيديا مكتوب إنه القائد صلاح الدين الأيوبي هو اللي أطلق على المقلوبة هذا الاسم لما قدموا له إياها أهالي القدس، ومن قبله كانت بتتسمى الباذنجانية. وحسب الرواية بتكون إسهامات الناصر صلاح الدين الأيوبي بالحضارة البشرية وصلت حتى للمطبخ. مثل ما قلبت الثورة مفاهيم حياتنا فوقاني تحتاني وخلتنا نعيد حساباتنا بكل شيء ونشوف الحياة بعيون جديدة، هلأ بعد 3 سنين صار كتير لازمنا إعادة لحساباتنا من أول وجديد، لأنه قد ما كانت العيارات ظابطة، إذا كتروا الطباخين رح تحترق الطبخة. وبعد 3 سنين وبعد كل شي صار وبده يصير، وقد ما طال الزمن، ثورة ثورة سورية، ثورة عز وحرية. دوري 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 يا نوارس دوري، دوري 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 يا نوارس دوري، يا شهيد بلادي يا سمين وجوري، يا شهيد بلادي يا سمين وجوري، وادعوا يا أهلنا. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2014. سوريالي.